بس عشان نعرف اكتر كمان عن نادي الزمالك، فمعانا طبعا الناقد رامي بشاي والصحفي رامي بشاي من ملعب اللقاء. رامي مساءك فل. الفل يا قضاء، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. قول لنا بقى كده اخر استعداد الزمالك للقاء، وايه اللي موجود عندك في الملعب وانت في الملعب، فاحكي لنا الاجواء كمان كده، عايشنا معاك الحاله هناك. تمام، هي واضح كده ان الاجواء كويسه وحلوه، في حاله تركيز كبير. الفريق وصل من شويه الملعب الدولي، طبعا ظهور الكابتن اسامه نبيه ومعاه الجهاز المعاون، ووضع اللعيبه ان في حاله تركيز. دلوقتي اللعيبه وصلت من دقايق وبدأوا ان هم يبذلوا الحاجات اللطيفه. رامي بس الشبكه عندك بتقطع، فياريت يعني انت في الاستاد بس مش عارف اقول لك تروح فين، بس الشبكه عندك بتقطع، فياريت تحاول. سامعني كويس؟ سامعك كده كويس جدا. سامعك. تمام. كانت بقول لك ان اللعيبه وصلت من شويه، واضح كده ان في حاله تركيز كبيره، ده ظهر عليهم بمجرد نزولهم من الاتوبيس الخاص بنادي الزمالك. طبعا النهارده الظهور الاول وسام قدمه معاه جهاز المعاون الكابتن ايمن طاهر والكابتن احمد عبد المقصود. من الحاجات الحلوه واللطيفه ان اللعيبه نزلت تعاين الملعب بمجرد وصولهم. شاشه استاد القاهره كانت مشغله مجموعه من اهداف ومهارات النجم العالمي محمد صلاح، حتى قعدوا وقت كبير كده واقفين بيتفرجوا. في جلسه دلوقتي بتتم بين الجهاز المعاون وكلام سريع وبعض النصايح بين الجهاز الفني واللعيبه. وزي ما بقول لك يا قضاء، ان واضح من الشكل او من الظاهر بتاع اللعيبه ان في حاله من التركيز قبل المباراه دي. وكمان عايز اقول لك النهارده في الفندق حصل جلسه مطوله بين الكابتن اسامه نبيه واللعيبه، وقال لهم كده بشكل مباشر انا ما عنديش اي حسابات ثانيه غير الفوز، انا النهارده لازم افوز ولازم احقق نتيجه ايجابيه، لسه الدوري طويل وعندنا فرصه كويسه جدا جدا ان احنا نفتح البطوله. احنا فريقنا حامل اللقب والدوري مش بعيد، احنا اتعثرنا قدام سموحه ولكن نقدر نعوض من خلال الفوز والاستمرار في المباريات اللي جايه. وقال لهم كمان ان دوري ابطال افريقيا احنا هنقفلها، هنقفل الملف ده خالص وهنركز على مباراه النهارده، نخلص مباراه فيوتشر وبعد نقدر نبص على المباريات الثانيه. رامي، هل التشكيل تم الاعلان عنه ولا لسه؟ لا، التشكيل نادي الزمالك بيعلن عنه قبل المباراه بساعه ل 10 دقائق، يعني ساعه ل 10 دقائق، ممكن مثلا على 7 و10 ساعه ل 10 دقائق بالظبط، يعني مش ساعه، ساعه ل 10 دقائق، ساعه ل 5 دقائق، هو المفروض ساعه، فالساعه ممكن مثلا بتزيد 5 دقائق او بتقل 5 دقائق، فعشان كده انا بقول في الوقت ده. فحتى لسه احترم فيك الدقه يا رامي، احترم فيك الدقه، بقول لك احترم فيك الدقه انها ساعه و10 دقائق، ولكن كمان قول لي الجماهير اللي موجوده، يعني في اقبال ولا اعداد قليله النهارده؟ يعني مثلا في مثلا من 50 ما يكملوش كمان 50 حتى الان، ولسه في بعض الجماهير بيكونوا موجودين وبيدخلوا يعني. رامي شكرا ليك جدا، وان شاء الله النهارده نبارك لبعض كلنا بعد اللقاء، والزمالك يظهر بالشكل المتعارف عليه.